طيب بدي اخذ معي مباشره عبر زوم الدكتوره فيفي كلاب، خبيره بالشؤون البيئيه. دكتوره كلاب مساء الخير. اهلا فيك. دكتوره كلاب، انت من المعترضات على انه كيف بيسمحوا للناس تنزل على المسابح وعلى البيسينات وبيمنعون ينزلوا على البحر، شو معطياتك بهذا الموضوع؟ مثل ما قال دكتور نسناس انه الكورونا بتنتقل من انسان لانسان وانها موجوده بالمصارين واثبتت انها عم تنتقل بالبراز يعني بالخروج وعم تنتقل بالبيسين. كان حجه وزير الداخليه انه بالبيسين مراقبه وفي كلور اكثر، بس لكن نسي انه اهم عامل للانتقال هالفيروس من انسان لانسان هو البعد، هو اللي بتدف بالبيسين بتبلع مي وبتبزق مي، ممكن دغري اللي حدك. نحن ما عاملين ديكولوار مثل بالتدريب بالبيسينات الاولمبيك، بندرب واحد ورا الثاني وفي بعد ورا مترين اقل شيء، في دونك البعد بين الناس ما عم بيكون مامن. بس هني عم بيقولوا انه الكلور الموجود بالبيسين انه بيقتل الفيروس، يعني اذا كمان الكلور، اذا بدنا نحكي دكتور نسناس قادر يجاوب بنسبه الكلور، قديش نسبه الكلور اللي موجوده؟ يعني نحن بنعرف اللي عم نعقم فيها الاسطح واللي عم نعقم فيها حسب الانديكاسيون تبع وزاره تبع منظمه الصحه العالميه لازم يكون واحد على تسعه، اور ما في واحد على تسعه كلور بميه البيسين. ثاني شيء في كثير اولاد صغار وناس كبار بتبول بالبيسين، كمان هيدي بدنا ننسيها وما ناخذ، يعني قديش بدها تلحق البيسين واهم شيء القرب على بعضه. بينما مشكله المسابح هي مشكله تلوث المسابح، يعني بدنا نسبح بمحل امين بشط امين لانه في مجرير، وكمان هي ممكن تنتقل علينا من عبر المجرير اللي فيها، لكن اذا اخذنا اماكن نظيفه مثل اسكرتو بجبال او بالبترون او بالمنيا او بسور، هودي اماكن بعيده وعلى سنين معهد البحوث العلميه عم يعمل عليها فحوصات انه ما فيها تلوث لانه ما في مجرير عم بتصب فيها وما فيها تلوث بكتيري. يعني لا عندي فيكال ستريبتوكوكسي ولا عندي الكوليفورم فيها، دونك هيدي اماكن امينه للسباحه بدون الكورونا. هلا اذا خدت في تباعد، لكن وين المشكله؟ دائما بنرجع ناكد انه التباعد بين الناس، ما في تباعد بين الناس، ما في حمامات، في ممكن يكون اذا استعملنا المسابح الشعبيه تكون مكتظه وما في حدا عم ينظف عليها مثل بالايام البيسين، دونك كل محل بده يكون احتياطاته الخاصه فيه، ما في انا جي قابل شغلتين، ما في قابل تفاح وليمون بذات الشيء، هذا في عنده حسنات انه عم ننظف اكثر، في نظافه اكثر بالبيسينات لانه في مراقبه اكثر، لكن القرب عم بيكون اكثر، لكن مثل ما حكيت انه في ناس عم بتوسخ بالبيسين وتنظيف البيسين ما عم بيكون لانه بده يكون دايم بعتقد الانديكاتور تبع تلوث البيسين، وهذا الشغل اللي منع عم بتصير خصوصا انه يعني هلا يعني انت دكتوره بتصرخ من المصاري انه ما عندها مصاري كثير مشان تاخذ. اللي بفهمه اللي او اللي فهمته من حديثك انه حضرتك ميالي اكثر العالم تختار شواطئ نظيفه للبحر، شواطئ نظيفه، من انها تروح على بيسينات او تروح على اماكن مشبوهه ممكن يكون في مجرير او نعم 100%. لأنه يقال دائما عم نحكي نحن بالمناعة، أول شيء الروحة على الشط مفيدة للناس لأنه بفسحوا ما بيعودوا عملوا اللي ما رح يموت من الكورونا رح يموت من الدبريسيون، يعني الناس بحاجة إنها تفسح، بحاجة إنها تتعرض للشمس، بحاجة إنها تكون تزيد مناعتها، لكن كمان بالوقت ذاته بدها تنتبه. بس اللي بدي أسأله الدكتور نسناس، أنا عم نحكي بهيدا وعم نحكي انه الفيروس كيف بيعيش وبيعيش على الاسطح، الخوف الكبير اذا عم ينتقل بالمجرير هو ينتقل للسمك اللي ما حدا عم يحكينا عنه، ينتقل للقريدس، ينتقل للصدفيات، هودي اشياء حيه وممكن هودي اذا لقطوا فيروس نحن عم ناكله وما حدا عم يفحصهم وما عم نعرف فيهم، هودي الميدبول اليونت هودي بيعملوا فحوصات عليهم، حتى المعادن الثقيله يعني الهيفي ميتلز اللي بتطلع بهالمناطق لازم نفحصها، يعني في امور عده بدها نكون حذرين. هل ممكن انه ينتقل الفيروس للسمك وال اول شيء بونسوار فيفي اسلم عليها. ثاني شيء انا 100% مع انه البيسين اخطر من البحر بالنسبه لي، لا ميه البيسين يمكن نظيفه وفيه كلور،
بس اهم شيء بالبيسين التقارب. يعني الناس بتشوف البيسين فوق بعضهم، الاولاد عم يلعبوا سوا، كل الناس قاعدين عم يطقوا حنك وعم يتسلوا، كله عم يتقاربوا، بينما بالبحر المسافه اكبر. هون السوشيال ديستانسينج فيها تصير بالبحر بس ما فيها تصير بالبيسين. اذا البحر نظيف اكيد البحر احسن من البيسين. دو اذا ما نحكي على السمك، وهيدا انا ما بتصور له، ما عندي هالهيجس براسي، لانه يعني الكورونا ما راح يلزق على السمكه وتاكله هيك، يعني لازم يتكاثر جوات السمكه لتقدر تعديك. هو السمك والانفيرتبري والكريستاسي، بعدين السمك رح يمرق على النار يعني، بس ما شيء شوي، حتى لو اكلت سمك ناي اذا بدك تاكل ناي بده يكون متكاثر الفيروس عندهم، ما بيتكاثر، منهم قوت للكورونا فيروس. هونك ما الكورونا الكوفيد ما عنده بريفيرانس ينتشر عند الشمس او يتكاثر عند السمك. من هالناحيه فيني اطمن الناس، لا من ناحيه اكل السمك وثمار البحر ما في خطر، واساسا اذا كل شيء بعدين مرق على النار انشوى ولا انسلى خلص ما عاد في كورونا. بس يتجنبوا الاشياء النيه شوي. دكتور نسناس، التوتيا والموليسكا ودي بتكلوا النيين الصدفيات، ليش ليش بعد في توتيا دكتوره؟ إذا بتعرفي وين تهلينا الله يرضى عليك. بعشيط عشيط خلص كل عمره مثل عشيط إبادي. بس دكتورة أنا يعني كنا نسمع دايما أنه البحر ما بيحمل زغل، يعني عن بيتنا وجدودنا دايما بيقولوا لك البحر ما بيحمل زغل، يعني قد ما كانت نسبة التلوث بالبحر البحر بيلفظها بكبة، وكمية الملح واليود الموجودة بالبحر كمان بتطهر بتطهره. يعني عم نستغرب أنه هالقد بحرنا انه ممكن يحمل كل هالفيروس والبكتيريا. بدي بس اقول كلمه توني، كل المشكله هي بالكميات وبالكونسنتراسيون قد ايه. يعني اذا بتزيد كميات كبيره كثير بتحط سم ببير ممكن تتسمم بالمي، بس بتحط نقطه سم زيت الكميه بتحطها ببحر ما بتتسمم. كل المشكله هي الكونسنتراسيون قديش بتكون قبل ما نكتم. حتى الفيروس يعني اللي عم نحكي اللي عم يحكوا انه الفيروس بيبقى كذا يوم على البلاستيك، هودي هالمعلومات عملوها بلابوراتوار وحطوا كميات وكونسنتراسيون كبيره كثير من الفيروس بمليون متلا، ما عملوا هالدراسات هيدي بالبحر قديش بدها تكون وقديش بدها تكون كميتها وقديش بده يكون انتشارها. بس قبل ما انهي معك دكتوره، كنت عم بتقولي انه بالبيسين ممكن يصير في تبول للولاد وللكبار. ماجي بتقلي ولادي فهمنا بس معقول كبار؟ قلت لها بدك تسألي دكتورة في نعم، في كتير بيستلشقوا بدل ما يطلعوا على الحمام، ناس كتير بتعمل بيبي بالبيسين. أكيد، شو هاي وين عايشين نحن يا لطيف، وين ما كانوا. أنا بدي أتشكرك، أنا ما عاش نزلين على البيسين مينيها اليوم. لا بيسين. أنا بدي أتشكرك دكتورة على المشاركة، وسلام كتير كبير للبروفيسور كمال كلاب كمان حبيب القلب. بدي أوجه لكم تحية كتير كبير، ميرسي لألكم على هالمشاركة.